معانا حالة يا جماعة من حالات المهمة جدا في أمراض المخ والأعصاب، واللي نادرا لما بنشوفها، فقلنا من الحالات اللي اتحسنت معايا. طبعا انتوا عارفيني دكتورة رانيا السيد عبد العليم، الماجستير والدكتورة بتاعتي علاج طبيعي لأمراض المخ والأعصاب، وعضو هيئة التدريس في القصر العيني جامعة القاهرة. فطبعا من الحالات الصعب جدا ان احنا يعني هي حالات نادرة وصعب انها تتعالج، لانه ما فيش حد كتير متخصص في التخصص ده، ونادرا لما بنشوف حالة فقلنا لا صعب نفوتها، عشان لو حد عنده نفس المشكلة ربنا يجعلنا سبب كده ويتعالج ويخف. عندنا حالة مايوتونيا اللي هي العيان ده بقى عكس كل الحالات، كل الحالات بيبقى عندهم صعوبة في الانقباض والعضلات بتاعتهم ضعيفة، هنا العضلة صعب تستريح، صعب ترتخي، فده طبعا كان مؤثر عليه في الأعاد وفي الوقوف وفي المشي، ما كانش بيقدر يمشي، هو كان جاي لنا ما بيعرفش ياخد خطوتين، هنوريكم دلوقتي وصلنا ليه. قول لهم برضو انت يا محمد الحالة بتاعتك، اشرحها لهم. الحمد لله وبعد ما كويس 100% الحمد لله رب العالمين. حسنت 80%. الحمد لله. بقى لنا قد ايه كده؟ بقى لنا حوالي شهر، شهر شويه. بقى لنا حوالي شهر، يعني شهر واسبوع تقريبا. احنا دلوقتي شهر واسبوع، الحالة كان في صعوبة في الارتخاء، صعوبة في الحركة، كل عضلاته حاسس ان هي يعني عنده مشكلة في انه